بشكل استثنائي ومبكر افتتحت وزارة التربية والتعليم في الأراضي الفلسطينية العام الدراسي الجديد في تجمع الخان الأحمر البدوي شرق مدينة القدس المحتلة قبيل 45 يوما على موعد انطلاقته، وذلك لتعزيز صمود طلابه الذين يواجهون خطر هدم مدرستهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن محكمة الاحتلال العليا أرجأت قرار الهدم حتى 15 من الشهر المقبل. ومنذ الإعلان عن نية الاحتلال بالهدم عملت معظم المؤسسات الفلسطينية على تنظيم مخيمات صيفية للأطفال. هذا المخيم هو مخيم التحدي والصمود، كون هذه المنطقة مهددة بالترحيل والمصادرة، فيعتبر هذا المخيم من أهم المخيمات التي تنفذ حاليا على مستوى الضفة وقطاع غزة والشتات أيضا. ونحن اليوم في اليوم الثاني من هذا المخيم هدفنا الترفيه ورسم البسمة على وجوه الأطفال والتخفيف من المعاناة اليومية اللي بواجهوها من قبل الاحتلال. وتضم مدرسة الخان الأحمر البدوي قرابة 170 طالبا وطالبة من 5 تجمعات بدوية في محيط المدينة المقدسة، قد يفقدون مقاعد الدراسة في أي لحظة ويصبحون بلا مدرسة وتعليم. جينا حتى نحمي هاي المدرسة من اهتلال، نسوي جدار أطفال وما نخلي المدرسة، ما نخلي اليهود يهدموا المدرسة تبعتنا. لأن هذه المدرسة رح نوقف وجوههم مش رح نخليهم يهدمونا، أو نظلنا صامدين فرضنا ونقرأ على التراب. جينا نتعلم فيها، مش جينا نلعب ودنا نخليها تنهد، وإحنا ما ودنا نخليهم، إحنا هنيات صامدين. تتصاعد الحالة الشعبية التضامنية مع الخان الأحمر من مختلف المناطق والشرائح بما فيهم الأطفال الذين حضروا ليساندوا زملائهم في مصابهم الذي أصبح يؤرق حياتهم. حالة صمود يشكلها طلاب الخان الأحمر البدوي في ظل القرارات الإسرائيلية التي تنوي هدم التجمع، فالطلاب اليوم يؤكدون على أحقيتهم بالتعليم كباقي طلاب العالم. من الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، رائد الشريف الغد، فلسطين.